مصر قديما كانت تستخدم للتحنيط، وفي اليونان قديما أيضا كانت تستخدم كبخور للمعابد، وحاليا كثر استخدامها في الطبخ والزينة وكذلك في الطب. قال فيها شيخ الأطباء أبو قراط أنها تنفع لمعظم حالات الجهاز التنفسي. الفائدة من هذه العشبة كبيرة جدا، فيستفاد من ورودها وأوراقها وحتى زيتها. أبحاث كثيرة أجريت على الزعتر، فوجدوا أن الزيت العطري الطيار الموجود في ورقه له الفعالية لوقف السعال وعلاج التهاب الحلق. كذلك أثبت الباحثون أن له القدرة في تطهيرنا وحمايتنا من العدوى البكتيرية التي تأتينا من الأطعمة التي نأكلها، ويساعد في رفع مستوى مناعة الجسم، حيث أنه مصدراً جيداً لفيتامين سي. ويتميز الزعتر بخصائص لتطهير الفم من الفطريات وإزالة الروائح الكريهة منه. كذلك فهو جيد لرفع المزاج وتهدئة الأعصاب، حيث أنه من الممكن وضعه في حمام ساخن والانتعاش برائحته. أما عن استخداماته خارجياً، فقد أثبتت دراسة حديثة أن خلاصة الزعتر عن طريق فركها في اليد لها القدرة على طرد البعوض بعيداً عنك، كما أنه يستخدم لتطهير المنازل ضد البكتيريا والفطريات والآفات الحيوانية الأخرى. أدوية سيولة الدم تتعارض مع الزعتر، لذلك حري لمرضى تخثر الدم بعدم الإكثار منه أو استخدامه بشكل مفاجئ. الزعتر مليء بالحديد والنحاس وكذلك الألياف، استفيدوا من ذلك الكنز.